يا مرحبا بكم الناس الكل مشاهدينا قاعدين تسمعوا فينا وتتفرجوا فينا توا على الباج فيسبوك نتاعنا راديو تونسي زاد الباج فيسبوك هذايا فيها زاد على الانترنت عن سيت انترنت اسمه www.radiotunisie.net نجموا تشوفوا فيه الحاجات الجديده وجيناكم بجديد كما شفتوا وكما عودناكم في ستوديو نيوز جيناكم في بلاست الاوبن مايك باذا لي عندك حاجه تحب تقول هنا مرفت قبل ما نتعدي وترانزيسيون نكملوا الحوار مع صديقنا محمد صادق اون دونك اخترنا اليوم باش نحكيو على برنامج اسمه اي توينينغ شنو هي البرنامج هذا نذكروا اللي معهد الثانوي بجرومبيليا ربح الجائزة الأولى وطنيا في برنامج اي توينينغ على مشروع نويسرا أستوريا ريسكيتا ومعنتها هذية البرنامج المشروع هذية اللي متكفلة بي سي ان تي خدمة المشروع هذية مدام نجوى سلاتنية هي أستاذة في المعهد هذا مع طلبة وزي طلبة لما هلا أنا في الطلبة مسيرش أما أنا بارونتيز صغيرة نحضروا للطلبة مع تلامزة امتاحة المشروع هذا ذكر أخذي الجائزة الأولى وثانيا وهي أستاذة وأمباسادريس على البرنامج هذا دونك باش ناخذوها معنا بالتليفون باش تحكي لنا على المشروع هذا الو مرحبا بك مدام الو عسلامه عايشك تحيه لكم انتم اللي في الاستوديو والمشاهدين والمستمعين نتاعكم الكل مرحبا بك نورتنا عايش ميرسي ميرسي عايشك دونك اخذتي بلاصتي في الاديناسيون كهاو سي بون دونك احكي لنا على اسم المشروع هذايا داكور باهي مربط اذا توا مش نحكي لكم جست من الاول على التوينينغ البروغرام هو في حد ذاته وبعد نحكي لكم على البروجي اللي ديجا تحصل على الجائزه الاولى دونك التوينينغ في الكترونيك توينينغ دونك الكترونيك توينينغ هي طقمه رقميه دونك طقمه رقميه ما بين مؤسسات تربويه من تونس ومن اوروبا من الاتحاد الاوروبي هي شراكه ما بين الاتحاد الاوروبي ووزاره التربيه في 42 دوله اوروبيه وغير اوروبيه من بينها تونس اللي انضمت للبرنامج هذا من 2013 دونك البروغرام ديجا ينتمي لايراسموس بلس معروف ديجا ويتيح الفرصه للمربين باش يحاولوا يخدموا معناها بعد مشاريع تربويه تعليميه عن بعد مع زملائهم من اوروبا والتلامذة يخدموا مع بعضهم معناها فما اسباس معناها بلاتفورم غراتويت كولابوراتيف سيكوريزي ينجموا فيها الاساتذة والتلامذة معناها يخدموا مع بعضهم على مشروع معين بروجي معين تيم معين تابع للبروغرام اوفيسيال دونك يختاروا هما لي زونسينيون معناها لي فونداتور دو بروجي ويوصلوا معاهم دوطخ اونسينيون معناها مونتر وتلامذة مع بعضهم نحطوهم في لي كونديسيون دو كولابوراسيون معناها اونلاين يخدموا مع بعضهم بور براتيكي لا لونغ بور معناها لا كولابوراسيون ليشانج الانفتاح على الحضارات والثقافات المختلفه هذا هو التوينينغ دونك احنا بالنسبه لنا وزاره التربيه هي اللي في شراكه مع الاتحاد الاوروبي وكلفت المركز الوطني للتكنولوجيات في التربيه سي ان تي تسيير ومتابعه البرنامج هذا فما ايكيب كامله في سي ان تي قاعده تخدم عليه من المدير العام للسي ان تي يو سيد المهدي الزين، مسيو سفيان الفريخه، مدام احلام بن علي، لميا الجويني، اسكندر الجميري، دونك ايكيب كامله قاعدين يخدموا على البروجي هذايا، هذا اضافه احنا سفراء تيونينغ 12 سفير توا في الجهات نتاع تونس الكل. نقوموا بالتكوين المباشر تاثير المربين المنخرطين في البروغرام هذايا نفسروا لهم كيفاش ينجموا معناها يستعملوا تقنيه الحديث تكنولوجي لي نوفيل تكنولوجي التكنولوجيات الحديثه في لونسينيومون كيفاش يحاولوا انها الدرس ما يكونش جوست معناها حاجه تقليديه عاديه مي نحاولوا ان نجلبوا انتباه التلميذ نشجعوه نخليوه موتيفي تو
voilà donc هذه فكرة بسيطة دونك البرنامج هذا راهو موجه للمربين الكل سواء ابتدائي اعدادي والا ثانوي في الاختصاصات الكل لغات علوم إعلامية معناها للاختصاصات الكل وتونس الدولة العربية الوحيدة اللي مشاركة فيه ولا تونس هي الدولة العربية الوحيدة مي ديرنييرمون في 2018 انضمت الأردن بعد معناها فيو النجاح اللي صار في تونس معناها استئناسا بالتجربة التونسية متاعنا دونك انضمت أردن للبروغرام هذا مي احنا الدولة العربية الأولى نسميو اللي بدينا في البروغرام تونيك نجيو من تو للمشروع اللي تحصل على المرتبة الأولى كان تحكي لنا عليه. باهي دونك مربت أنت كنت واحدة من التلامذة المشاركين في البروغرام هذا عاملين وهو تخدم. لا مانيش معاكم أنا. أنا عرفنا الدوسيات. علاش هكا علاش؟ دونك بالنسبة لي حاجة باهية فرحانة أنك ديجا تعديت معناها للفاكولتي وتبقى لك إكسبيريونس باهية معانا. البروجي اسمه نوسترا هيستوريا أريسكاتي بور سوفي نوتر هيستوار. دونك مشروع تشاركي تعليمي تربوي باللغة الإسبانية من بين ثلاثة دول ميديترانية اللي هما تونس إسبانيا إيطاليا اللي فونداتور دو بروجي كان من تونس أنا وزميلتي من إيطاليا مارتا سانس مارساليدو دونك المشروع شنو يهدف معناه شنو بالضبط فيه نحاولوا سورتو لي بيوت نتاعنا نشر الحوار التفاهم الثقافي لكومبريونسيون انتر كولتورال تسامح الادماج التعاون ما بين الشعوب الحضارات حث التلامذة على التفكير النقدي في الواقع نتاعهم الانفتاح على الاخر دونك من خلال دراسة التاريخ اخذ العبر من الماضي من نجاحات الابطال والشخصيات نتاعنا في البلدان الثلاثة هذه التلامذة تمكنوا من خلال العمل التشاركي يخدموا في دي جروب مادام كان تزرب شوية خاطر ما عشان وقت معناها فوالا دونك انهم يكونوا هما ابطال الحاضر واقترحوا حلول المشاكل الموجوده توا يعانيوا فيها منها في العالم الكل اللي هي العنف الهجره اللاجئين التمييز بانواعه خدموا مع بعضهم دي زيبو معناها اي بوك الكترونيك معناها كتاب رقمي برشا اصدارات خدموها مع بعضهم عملوا دي فيديو كونفيرونس حكيوا مع بعضهم اون ديريكت دونك معناها كانت بوزيتيف على الاخر الاكسبيريونس هذه على تلينجا فوالا دونك مرة أخرى مبروك عليكم وكالعادة منورين معناتها أربع سنين تاخذوا في الجوائز برافو بون كونتينياسيون عايشك ميرسي بيان وأنا بويسكو سفيرة التوأمة الرقمية في جهة نابل بن عروس بغوين دونك بالنسبة لنا نشجعوا اللي في الجهة الكل واللي في تونس الكل أنهم ينضموا للبروجي هذايا خاطر عنده بالحق في تخي بوزيتيف على التلامذة وعلى الأساتذة زادة في تكوينهم خاصة Voilà. Donc, merci beaucoup, madame. Très bien, شكراً شكراً شكراً. Donc, حاجة مزيانة نشوفوا مثل هذه التظاهرات مثل هذه البوادر لزينيشياتيف. إيش قولك في الحكاية هذه؟ مبروك مبروك للسي ان تي او مبروك نجاح الطلبه في البروجي هذا اليوم العالم رقمي يو ثينك ديجيتال اي بروجي في الجانب هذا ما يكون كان يكون حافز للطلبه الكل وريفيرونس لي زيليف ما همش لي زيليف وعلاش ليه في الطلبه هل بالنسبه هل في تونس فما دي انيشيتيف نتاع هكا دي بروجي نتاع دي كونكور في الساحه الطلابيه في تونس الطلابيه موجود معناها الرياضه تو فما دي كونكور معروفين برشا فما إنكتوس إنكتوس كمنظمة هذيك وحدها لي كونكور نتاعها فيهم برشا سوليداريتي فيهم برشا جانب اجتماعي كيما تلقى بوكو داسوسيسيون فما داسوسيسيون اليوم في تونس اسمها بوكو تريز تريز انتيريسون جو بو بارلي دون اسوسيسيون كي اسمها يوث سيانس ولا يوث فور سيانسز زيد في تونس ممتازه فما لي بروغرام كيما لي هاكاطون لي كونكور نعملو فيهم دونك يا Très bien, très bien, très bien.